بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، والشعب المصري كله بخير. وبمناسبة يوم 3 يوليو، يوم القرار باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، وسيادتك اسمح لي كمواطن مصري إن أنا أشكر جيشنا وشرطتنا على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار سيادتك وقرار الشعب المصري يوم 3 يوليو، وعلى ما زالوا يقدموه حتى الآن. بنرحب بسيادتك النهارده وبالسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، اللي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة. الجمهورية اللي زي ما سيادتك قلت اتولدت من رحم ثورة 30 يونيو. الجمهورية اللي فيها كل حاجة جديدة، زي المحطة دي ما هي جديدة بفكر جديد. محطة عدلي منصور يا فندم تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل اللي سيادتك صدقت عليها، وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربية صديقة للبيئة، وده اللي تم تنفيذه فعلا في محطة عدلي منصور. المحطة فنن فيها 7 وسائل نقل مرة واحدة، ودي تقريبا المرة الأولى في العالم. احنا فنن عملنا بحث على كل المحطات المركزية اللي في العالم كلها، كان أكبرها محطة في فرنسا فيها 4 وسائل نقل. احنا عندنا هنا 7 وسائل نقل منها 4 كهربية. أولها المبنى الرئيسي يا فندم اللي موجود داخله 3 وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس اللي كان بيبدأ من منطقة عين شمس، وسيادتك وجهت ليه في إطار تخطيط منطقة مصر الجديدة كلها وإنشاء محور الفريق عصار والفريق العرابي ومنطقة مصر الجديدة كلها، بنقله إلى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية اللي كانت موجودة في منطقة عين شمس، ثم استخدام المسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة. الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق، مترو الأنفاق اللي هو الخط الثالث اللي سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحلة الثالثة من المرحلة الرابعة منه هنا في محطة عدلي منصور في 16/8/2020، وده أيضا كهربائي. الخط الثالث هو الـ LRT أو القطار الكهربائي الخفيف اللي سيادتك شرفنا النهارده بافتتاحه والبدء في تشغيله. دول 3 وسائل داخل المحطة المركزية الرئيسية، بالإضافة إلى موقف للسوبر جيت الموجود على شمال حضرتك يا فندم. ده فيه 4 وسائل نقل. أول وسيلة أتوبيس للأقاليم، تاني حاجة أتوبيس كهربي ترددي من عدلي منصور المطار، الخط اللي سيادتك صدقت عليه بدل إنشاء مترو أنفاق مكانه ونوفر فلوسه. الوسيلة اللي بعدها أيضا أتوبيس كهربي بيربط ما بين عدلي منصور وبين موقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد. الوسيلة السابعة وهي الأتوبيس الترددي السريع الـ BRT على الطريق الدائري اللي بيمر يا فندم أعلى الكوبري العلوي اللي موجود اللي لسه منشأ، وسيادتك يعني يا دوب باركت لنا افتتاحه وتشغيله تجريبي يعني تقريبا من 2-3 شهور. ثم بعد المحطة الرئيسية ومحطة السوبر جيت فيها فني مجموعة من الأنفاق عشان نربط هذه الوسائل كلها مع بعضها، اللي بتنتهي بالقبة الزجاجية اللي قدام حضرتك، مجموعة أنفاق طولها 500 متر وكلها متهوية وكلها مؤمنة، بتربط كل المحطات ببعضها، مفيش فرد يا فندم هيمشي في المناطق الخضراء ولا على الطرق ولا حتى هيقطع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اللي بيعبر منطقة المحطة بكوبري السلام أو طريق سطحي. كل الناس هتحرك يا فندم في أنفاق سواء من المحطة الرئيسية أو للسوبر جيت أو بموقف العربيات الخاصة اللي احنا ما نستناش نعمله يا فندم، عشان احنا دلوقتي يا فندم بنأهل مواطنين على ان هم يعني نحاول نغير ثقافتهم ان هم يستخدموا وسائل النقل الجماعي بدل ما يركبوا العربيات الخاصة. هم جايز كانوا بيركبوا العربيات الخاصة نتيجة ان ما كانش في وسائل نقل جماعي يعني لائقة ومؤمنة وفيها رفاهية. ان شاء الله يا فندم بإذن الله احنا بنرغب اهالينا وهم بإذن الله يساعدونا، هيجي بعربيته الملاكي يركن فيه باركنج 260 سيارة شمال الطريق، في نفق بيوصله من الباركنج ده حتى محطة سوبر جيت أو المحطة الرئيسية. في تقريبا فنم 10 أبنة من المناطق الخضراء وعناصر الاتصال. في مول يا فندم موجود، مول تجاري على 6 أبنة 3 أدوار، الدور الأرضي منه برضو أيضا بناء على توجيه حضرتك بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة والمتردين عليها، ثم دورين 2 دور تجاري.
سيادتك يا فندم اتفضل نتفقد مكونات المحطه. او جاي من المترو او جاي من السوبر جيت عايز يروح السويس قطع تذكره وقدامه ساعه قدامه نص ساعه لحد ما المطار يطلع يقعد سنتك كده ياخد مشروب ياخد سندوتش ثم او يشتري احتياجات ثم ينزل على محطه كل حاجه فاخره، وعندنا عنصر بشري مدرب كويس او عنده صحافه كويسه، يبقى احنا ما عملناش حاجه.
القطر يا فندم ده قطر تاركو، ده اول قطر من 7 قطارات متعدين على 6، وفيه قطر جاي هديه للشعب المصري. القطر يا فندم ده فيه تكنولوجيا حديثه جدا، من اول راحه المسافر امانه، امان القطر نفسه، فيه مهندس يا فندم من المهندسين دايما زي ما سيادتك بتوجه، احنا بنسفر مهندسين وفنيين دوله المنشا او دوله اللي بتصنع لنا القطار او المترو او الريل او كذا، بس تشوف كل وسيله النهارده. راح اتدرب في شركه تالجو في اسبانيا، جاي يا فندم هنا ده اللي هيشتغل في ورشه الصيانه الاسبانيه، لان حضرتك برضه زي حضرتك قلت احنا عاملين عقد صيانه، بنعمل عقد التوريد مع عقد صيانه على طول. ده من الشباب اللي راح اتدربوا في تالجو. هيقول لسيادتك ايه الفرق، ويمكن هو الفرق باين جدا يا فندم بين هذا القطار وبين اي قطر عندنا في السكه الحديث، سواء في اسلوب الجر بتاعه او التامين او التعليق. اتفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس محمد حمدي، بتشرف ان اقدم لحضرتك، بتشرف ان اقدم على فخامتك تكنولوجيا تالجو المتطوره، واللي بتقدم خدمه الركاب باعلى مع ضمان اعلى مستويات الرفاهيه والراحه والامان يا فندم للراكب، وده عن طريق اسباب كتير اهمها يا فندم طرق الربط بين كل عربتين، بتتم هنا عن طريق 3 نقاط بخلاف القطارات التقليديه من نقطه واحده بس يا فندم. اول نقطه عندنا بتتواجد اسفل منتصف كل عربتين، النقطه الثانيه عن طريق ذراعين توصيل بيربطوا العربه من الاعلى للاسفل، النقطه الثالثه عن طريق اذرع توجيه جانبيه، وبيكون ليها الفضل دايما انها تحافظ على مركزيه وتتعامد العجلات طوال الرحله لضمان اعلى مستويات الامان. ايضا يا فندم بتامن مرور القطار باعلى سرعه في المنحنيات دون حاجه لتخفيض السرعه، وده بيقلل من زمن الرحلات. ايضا يا فندم تكنولوجيا تالجو بيها نظام تعليق بتثبت العربه على رودال تالجو عن طريق هواء مضغوط، وده بيقدم رفاهيه دايما للراكب بدون من غير ما يشعر باهتزاز القطار طوال الرحله يا فندم. ماشي بقى كده يعني مع نفسها. هنا يا فندم دلوقتي 3 وسائل ربط بالاضافه الى مجموعه وسائل من امان تخلي الراكب اللي جوه كانه راكب عربيه مرسيدس بلا زياده في الكلام. مساعدين افقي وراسي، قرب هواء، سيادتك العربيه تتحرك كده كده كلها على قرب هواء، الراكب ما يحسش باي حاجه، كلها مؤمنه. الفرامل نفسها، ويمكن محمد نسى يقولها، الفرامل نفسها يا فندم مش فرامل ميكانيكيه فقط، ده فرامل ثلاثيه ميكانيكي وهواء وكهربي، حاجه يا فندم يعني بصراحه مؤمنه جدا. ويمكن الراجل صاحب الشركه قال لسيادتك ان انا قطري بالظبط كده ما قال، انا فيراري ومرسيدس الاطراف، واحنا ان شاء الله باذن الله يا فندم بعهد سيادتك وللشعب المصري اللي ليه واللي يستاهل كل خير ان شاء الله، احنا فندم رايحين للتكنولوجيا دي وكل التطوير بالمنظر ده. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. شاشة لعرض أفلام وعرض حاجات ترفيهية، فيها شاشة عامة يا فندم لكل اللي قاعدين في القطر اللي هي موجودة في النص دي، الشاشة دي بتقول النهاردة الطريق كام، درجة الحرارة كام، المسافة اللي أنت هتقطعها كام، كل معلومات الرحلة تبقى موجودة على الشاشة العامة اللي موجودة، ولكن الشاشة دي اللي في ظهر الكرسي دي بتعرض حاجات تسلية وحاجات ترفيهية. كل كرسي يا فندم في ظهره هنا منظرة لتناول الطعام أو المشروب زيه زي كرسي الطيارة بالظبط. احنا فندم العربيه دي فيها 27 كرسي، منهم زي ما قلت لحضرتك 12 كرسي عائلي.
طبعا القطارات يا فندم دي تكنولوجيا عاليه جدا، فاحنا هنشغلها في البدايه بعد اذن حضرتك على القاهره اسكندريه، ثم القاهره الاقصر اسوان، ثم بعد ذلك احنا بنعمل احلال لكل وسائل مواصلاتنا وكل قطاراتنا تبقى من نفس المنظر ده. اتفضل يا فندم. هنا يا فندم مع شباك الطوارئ دايما بنستهلك بنلاقي في منطقه الطوارئ عشان لو حد لا قدر الله في حادث ولا حاجه يكسر الازاز ويخرج، ده احد وسائل الطوارئ. هنا يا فندم بقى حاجه مهمه جدا كمان اللي على شمال سفك دي فرمانت الطوارئ، دي فرمانت الخطر. في القطارات العاديه هو بيلف هواء، بيجي الباعه جايين او غيره اي حد عايز يوقف القطر وينزل في المكان اللي هو عايزه، يروح شادد بنف الطوارئ يروح القطر واقف، يروح نازل ما بين العربيات، العربيات سفك عندنا كلها مفكعه بين العربيات، يروح نازل يجري. هنا يا فندم بقى هو مجرد ما هيروح ناحيه الفرمانت اليد دي على طول يا فندم في هنا كاميرا لقطاها، الكاميرا دي كل عربية فيها 7 كاميرات، سيادتك هتشوف دلوقتي في غرفة للسيطرة والتحكم على القطر كله بالكاميرات، سيادتك هتشوفها دلوقتي، إذاً لو أي حد سيادتك حب يعبث في كاميرات الطوارئ على طول مش هيقدر ينزل من هنا وهيتمسك، هيتمسك لأن هنا أمن يا فندم. سيادتك اتفضل. دي عربية البوفيه يا فندم اللي سيادتك داخلها دي، ده يا فندم محكم الغلط سيادتك، مفيش حد هنا حد يوقع بين العربيات حد. هنا يا فندم دي عربية العربية البوفيه فيها سيادتك 4 كراسي لأمن القطار. هنا كان امن القطار بيطلع يقف او يلاقي اي كرسي فاضي يقعد فيه، وكان بقى الناس يقول لك طب احنا هنسيب 4 كراسي للامن 10 8 وما يتحجدوش وبيقول علينا تمنهم، لا احنا دلوقتي هنا يا سيادتك بقى عندنا خلاص كراسي الامن، هنا 2 كرسي سيادتك لذوي الاحتياجات الخاصه يمين وشمال بياخدوهم، ده رامب يا فندم بيتحط على الباب، مجرد ان في حد من ذوي الاحتياجات الخاصه نازل بينزل معاه الرامب ده بيتحط على الباب عشان حتى ما حدش يشيله، هو يقدر يحرك نفسه بالعجله يقدر ينزل. زي ما في سفك في حمام لكل المستخدمين، ده يا فندم حمام لذوي الاحتياجات الخاصه سواء بالخليه اول ما يجي ناحيته او هنا بالباب. الحمام يا فندم طبعا مساحته واسعه جدا تسمح بحركته بالقطار، زائد طبعا سفك اليد بتاعته، زائد فيه ليه تليفون، زائد ايضا برضه منطقه غيار الاطفال موجوده فيه. الحمام يا فندم مجهز بكل حاجه ذوي الاحتياجات الخاصه، وده يا فندم لافت لنا دلوقتي كل عربياتنا اللي بتجيبها وكل قطاراتنا اللي بتجيبها. حاجه مكتمله. هنا يا فندم غرفه السيطره والتحكم وغرفه الامن، دي سيادتك لها فايدتين. كل عربيه فيها 7 كاميرات جايبه كل حاجه هنا، اي حد بيتنفس في القطر متسجل هنا ومعروف. حاجه ثانيه يا فندم مهمه مش موجوده غير في طرقه، وان شاء الله تكون موجوده في القطار السريع اللي احنا جايبينه من سيمنز ان شاء الله. هنا يا فندم في حساسات بكمبيوتر في كل عربيه تحت العربيه، اي عطل بيحصل في العربيه بيتسجل هنا على الكمبيوتر. الكمبيوتر زي صندوق اسود يا فندم. العربيه يا فندم هنا قبل ما تروح الورشه، غير ان هو صندوق اسود وبرجع له ثاني في اي حوادث لا قدر الله، قبل العربيه قبل القطر ما يخش الورشه بتاعته بيكون باعت للورشه على طول واي فاي، باعت للورشه ايه اللي موجود في القطر بحيث ان الورشه تجهز قطع الغيار اللي مطلوبه للقطر قبل ما يخش الورشه. ده فن بوفيه القطار. كل قطر فن فيه عربيه من المنظر ده، كل اللي محتاجين اي حاجه في القطار يروح لهم حد عندهم او بيجي ياخد من عندهم. القطر السريع فن ان شاء الله هيبقى فيه عربيه كامله. هنا يا فندم الباب ده لمخرج الطوارئ، ما بيخرجش الا في الطوارئ لو شد اليد دي، او قائد القطار اللي هو رئيس القطار، رئيس القطار اللي هو رئيس المفتشين ورئيس الكمساليه بيجي يا فندم هنا، بيكون دايما انا منبه عليهم كله معاه المفتاح بتاعه، ما بيفتحش ده يا فندم كده الا اذا هو فتح باب يا فندم مدرع زي باب المدرعه بالظبط، امان كامل ضد طبعا الاصوات وضد الضوضاء وضد يعني الحراره عشان التكييف ما يقربش. باب طوارئ يا فندم موجود بابه مع رئيس القطار فقط مش مع اي حد تاني. هي يا فندم العربيه الدرجه الثانيه، العربيه الدرجه الثانيه الفرق بينها وبين الدرجه الاولى ان مفيش شاشه في ظهر الكرسي، والكرسي ممكن يكون اصغر 5 سم، عشان كده بقى في هنا 4 صفوف من الكراسي وليس 3، هناك 27 كرسي هنا 44 كرسي. الشاشه سيادتك العامه كل الناس موجوده، كل الطوارئ موجود، بلف الطوارئ موجود او فرمانه الطوارئ موجوده. الكراسي يا فندم هي برضو تعتبر افخم واعلى من الكراسي اللي موجوده عندنا في السكه الحديث، سواء حتى اللي احنا بنجددها او سواء اللي جايه من دوله اخرى.
ولكن نفس العربيه ونفس الرفاهيه ونفس الامان ونفس تامين المسافر. برضه فرمانه الطوارئ، برضه مطرات الطوارئ، الحمامات بتاعتها، كل حاجه فنت زي العربيه الدرجه الاولى. مفيش فرق بينها وبينها ان دي اوسع شويه او اكبر شويه في عدد الكراسي نتيجه ان الكرسي. دي المحطة اللي سيادتك شرفتنا بافتتاحها في نهاية أو 16/8 بالتحديد 16/8/2020، شغالة تقريبا داخلين على سنتين إلا شهرين. الخط الثالث يا فندم اللي بيبدأ من عدل منصور ثم إلى محور رود الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا، تقريبا سيادتك طوله 41-42 كيلو بالكامل، في 34 محطة، هيشيل 1.5 مليون راكب. هو حاليا يا فندم الجزء المرحلة اللي اتفتحت الملونة باللون الأزرق دي اللي هي يعني من عدل منصور حتى العتبة، دي سيادتك بتشيل 1 مليون راكب النهاردة. لما إن شاء الله سيادتك بإذن الله نضيف له المرحلة دي، هنضيف له كمان 500,000 راكب. ده بدأ تشغيله فندم 2012 كأول مرحلة منه، العتبة العباسية، ثم تولت المراحل إلى
ان احنا ان شاء الله النهارده يا فندم المرحله الثالثه اللي هي ملونه باللون الاحمر دي، احنا خلصنا منها المرحله الثالثه الف اللي هي من العتبه حتى الكتكات. المرحله كلها يا فندم 17 كيلو فيها 15 محطه، هتشيل نص مليون راكب زي ما قلت لحضرتك. الجزء الاولاني منها 3000 اللي هو من العتبه حتى الكتكات، ودي منطقه مهمه جدا يا فندم، بتعبر طبعا من منطقه العتبه اهم ميدان تجاري وسكني في القاهره الى منطقه الكتكات، برضو منطقه مكتظه بالسكان. احنا متوقع يا فندم نشيل بالاربعه كيلو بس دول تقريبا 250 300000 راكب. المرحله يا فندم دي احنا خلصناها بالكامل يا فندم، دلوقتي اعمال انشائيه، بدانا الاعمال الالكتروميكانيك وتجهيز المحطات ورانا واحنا ماشيين، خلصنا الاربع محطات وجاهزين النهارده يا فندم سيادتك تاذن لنا بالبدء في التشغيل التجريبي من محطه صفاء حجازي بمنطقه الزمالك. حجازي بمنطقه الزمالك. اتفضل يا طارق. اتفضل يا طارق. فندم دكتور مهندس طارق حامد جويلي، رئيس الاداره المركزيه للمشروعات النفقيه بالهيئه القوميه للانفاق والمشرف على تنفيذ المرحله الثالثه من الخط الثالث، استاذن في بدء التشغيل التجريبي للمرحله الثالثه الف. اتفضل. اتفضل يا طارق. اتفضل يا شكرا يا طارق. الثلاث خطوط يا فندم دول لما يكتملوا يبقى عندنا ثلاث خطوط لمترو الانفاق تقريبا اجمالي اطوالهم حوالي 120 كيلو. الخط الرابع يا فندم اللي احنا بدانا فيه نشتغل فيه بشركات مصريه وطنيه بناء على توجيه حضرتك، خمس شركات بداوا يا فندم من منطقه الفردوس في 6 اكتوبر، مرورا بقى سيادتك بشارع بمنطقه الرمايه وشارع الهرم والمانيال حتى مصر القديمه ثم الرحاب. الخط يا فندم ده طبعا خط طويل جدا طوله 47 كيلو، شغالين فيه سيادتك بالشركات المصريه دلوقتي يعني بالتحالف مع مكتب استشاري ياباني وبمنحه من الجايكا اليابانيه وقرض من الجايكا اليابانيه. الخط الخامس يا فندم كان هيمشي مع الطريق الدايري الاحمر اللي سيادتك شايفه ده، سيادتك وجهت ان احنا برضو علشان نستغل وسيله نقل اخرى كهربيه وكل حاجه ولها القدره العاليه جدا على النقل مشينا عليه سيادتك، لان الخط الخامس ده كان هيربط لو سيادتك ملاحظ كان هيربط الخطوط الثلاثه اللي قبليه او الاربعه اللي قبليه. مشينا سيادتك اتوبيس تردوري كهربي طوله 113 كيلو لما ضفنا المنطقه فنيه بتاعه حدائق اكتوبر والمنطقه بتاعه الهرم لما اتحلت المشكله بتاعتها، بقى عندنا بدل الخط الخامس اصبح فيه اتوبيس تردوري سريع على الطريق الدايري. الخط الثالث للمترو يا فندم ده دلوقتي في مرحله التصميم والطرح على الشركات العالميه، صحيح في شركه مهتمه بيه وفي دوله مهتميه بيه وبتساعدنا في التصميمات وان شاء الله باذن الله التمويل. هيبدا سيادتك الخط السادس من الخصوص وحتى المعادي الجديده وطرق البلد جنوبا، بعديه على طول يبقى عندنا ال ار تي اللي سيادتك مشرفنا النهارده بافتتاحه باذن الله، اللي بيبدا من محطه عدلي منصور حتى مدينه بدر وبتفرع فرعتين، فرع تنزل تحت جنوبا في اتجاه العاصمه الاداريه الجديده وحتى المدينه الرياضيه الدوليه والربط مع القطار السريع السخنه مطروح، ثم فرع طالعه سيادتك في اتجاه الشمال في اتجاه العاشر من رمضان. الوسيله السادسه يا فندم وهي مونوريل القاهره، مونوريل شرق النيل بيبدا من منطقه اكتوبر ثم منطقه وادي النيل في المهندسين ثم من استاد القاهره شرق النيل من استاد القاهره في منطقه يوسف عباس وحتى مدينه العداله في العاصمه الاداريه الجديده. كده يا فندم بيبقى عندنا مفهوم الشبكه، عندنا خطوط نقل جماعي كهربيه كلها صديقه للبيئه، اطولها يا فندم 500 كيلو، وده وانا متاكد من كلامي مفيش دوله في افريقيا والشرق الاوسط عندها
500 كيلو وسائل نقل كهربية للنقل الجماعي. إن شاء الله يا فندم بإذن الله، بإذن الله في الجمهورية الجديدة إن شاء الله يبقى سيادتك عندنا كل وسائلنا كهربية، كل وسائل نقل جماعي، ونرغب أهالينا إن شاء الله إن هم يتركوا عربتهم الملاكي عشان التلوث وعشان البيئة وعشان الزحام المروري. وأيضا بمناسبة طبعا إن إحنا رايحين في نوفمبر القادم لمؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ إن شاء الله في شهر نوفمبر. سيادتك ما نسناش طبعا وسائل النقل دي كلها الكهربية، الأتوبيسات اتعمل لها محطة مجمعة أمام برضه في منطقة محطة عدل منصور مربوطة بالأنفاق. سيادة اللواء صبري رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت، اتفضل يا صبري. لواء صبري أيوب رئيس مجلس إدارة شركة السوبر جيت. تم إنشاء محطة حافلات السوبر جيت بعدل منصور على مساحة 1.5 فدان مكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات، وساحة للحافلات تسع حتى 24 حافلة منهم 4 حافلة كهرباء بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 رحلة يوم، ومعدل الركاب يصل إلى 5000 راكب. يتواجد داخل الساحة عدد 3 وسيلة مواصلات، حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددي الكهربائي عدل منصور المطار، والحافلات الترددية عدل منصور موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد. كما تم إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل هذه الساحة بإمكانيات عدد 4 شاحن بقدرة شحن حتى 8 أتوبيس. تم الإنشاء والتجهيز بأيدي وسواعد مصرية وبشركة مصرية خالصة. جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة والجاري شحنها الآن هي إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%. أي أوامر يا فندم؟ شكرا يا صبري.